فاجعه كبيره بتهز العراق وبتتحول من فرح لطرح. كانت احلى اجواء بليله من العمر بحفله زفاف حنين وريفان بمحافظه نينوى شمال العراق، ولكن وخلال ثواني معدوده وللاسف انقلب هالفرح الكبير لحزن اكبر بعد حريق كبير مفاجئ اندلع بقاعه الهيثم الملكي للافراح وادى بحياه اكثر من 100 شخص واصابه اكثر من 150. وبتقول فرق الإنقاذ أنه القاعة تحطمت بالكامل وانهارت بسبب أنه المباني غير دائمية ويلي تسمى بالمباني الجاهزة. وانطلقت كل فرق الإنقاذ من كل المناطق القريبة من محافظة نينوى مثل أربيل ودهوك ومحافظات أقليم كردستان. وبتقول التحقيقات الأولية اندلع الحريق بسبب الألعاب النارية داخل القاعة. وقام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوجيه وزيري الداخلية والصحة بالاستنفار لإغاثة المتضررين من الحادث، وأمر وزير الدفاع العراقي بنقل مصابي الحريق لبغداد بطائرة عسكرية. الله يتلطف بالشعب العراقي ويرحم الجميع ويشفي المصابين، وياريت كلنا نطلق هاشتاج أوقف الألعاب النارية بالحفلات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية خبرنا لليوم. شوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.